مرحبا كيف الحال واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد أه قبل ما نبلش في موضوع اليوم أه بحب اعرف المشتركين الجداد في حالي انا اسمي غيث بنزل مجموعه فيديوهات زراعيه يعني مواضيع متنوعه أه بصورها هون عندي في الحديقه المنزليه وكمان ممكن اني اصور فيديوهات أه في مزرعه متواجده عندي في منطقه أه قرويه واكيد ما تنسوا الاشتراك بالصفحه أه اضغطوا على زر الجرس اساسي يوصلكم كل ما انزل فيديوهات جديده واكيد اعطونا يعني شير ولايك أه للفيديوهات اللي بتحبوها إيه هسا زي ما شفتوا في بداية الفيديو اليوم آه زراعة أو بلشت يعني خلينا نحكي عملية زراعة قواوير آه معلقة آه عندي هون بالحديقة طبعا هاي القواوير أنا صممتها ما شريتها جاهزة آه لأنه عندنا يعني هون في الأردن شوي خلينا نحكي القواوير المعلقة مش كثير مهتمين فيها ممكن آه فأنا بتابع كثير يعني مصممين قواوير آه في الخارج في أمريكا فحبيت اني اصمم جوار مشابه للقوير هاي لانه بدي جوار معلق يعني يكون حجمه كبير يستوعب تربه كبيره على اساس اني ازرع فيه كميه نباتات كثيرة تمام فهسه زي ما انتم شايفين طبعا النباتات لسه اه يعني ما مش كامل يعني زراعه الجوار لسه بده يعني زي ما انتم شايفين القوير لسه بدها سنتربيس اه بس اجمالا اه كونه يعني احنا الموسم تقريبا في نهايته في النباتات اللي انا زرعتها اجمالا يعني معظمها نباتات دائمه هسه يعني بعرض لكم النباتات اللي زرعتها وما لقيت يعني سنتر بيس حلو يعني كنت بدي سنتر بيس هيك لون نبات دائم احطه في المنطقه الوسطيه هون مبين يعني النبل. اه في المنطقة الوسطية هون مثلا احط لي نبات دائم لونه احمر لونه فضي هيك يعطي منظر حلو بس ما لقيت في المشاتل لانه هسا المشاتل يعني تقريبا قاعد يعني قربنا على فصل يعني احنا فصل الخريف بدنا نفوت على الشتاء بالعاده المشاتل ما بتجيب كميات يعني نباتات كثير كبيرة لودز كثير من كبير من النباتات فما في شوية تنوع في المشاتل فحبيت اني اجل هاي الشغلة كونه الموسم يعني قرب ينتهي بس اجمالا يعني زرعت كمية من النباتات في الحوض وهي المناطق الفاضية كمان رح هسا بحكي لكم ايش ناوي ازرع فيها طبعا الجزء الاول من الفيديو هسا شوية اختلاف في النباتات الجزء الاول في الفيديو بجوز صورته قبل حوالي الاسبوع او 10 ايام لما النباتات بس ما كنت فاضي اني ارجع اصور لكم يعني احكي واشرح لكم عن القاوير صار عندي شغله ونسي ونسي وطلعت وكمان نسيت اني اصور الفيديو فاليوم الصبح اليوم الجمعه آه صحيت الصبح لكن هذا الفيديو نزلته وسط الاسبوع ان شاء الله آه قلت خليني اكمل تصوير الفيديو يعني ما ما كملت تصويره فهسه مبدئيا يعني زي ما انتم شايفين هذول الجوار المعلق في عندي جوار هون هم ثلاث قوير جوار هون هذول الجوارين اللي زرعتهم في جوار ما عرضته هي في المنطقه هاي شايفينه في المنطقة الداخلية هسه هذا الجوار ليش ما زرعته في نفس النباتات اللي بالمنطقة هاي؟ المنطقة هاي بتحصل شمس يعني أنا حاليا الساعة تقريبا ثمانية إيه حسب طبعاً فصل الخريف دائماً الشمس بتوصل بوقت متأخر عن فصل الصيف فصل الصيف خلينا نحكي يعني معظم أوقات السنة المنطقة هاي بتوصل الشمس حوالي الساعة خلينا نحكي بين و والتسعة تمام بتظل هون الشمس تقريبا لحوالي الساعة واحدة يعني تقريبا هاي المنطقة بوصلها حوالي 5 ساعات للشمس يعني نقدر تقريبا نعتمدها منطقة شمس كاملة أما الجوار الداخلي هذا بوصلوا حوالي ثلاث ساعات من الشمس بس يعني بتطلع الشمس هون من عندي من المنطقة هاي المنطقة اللي أمامي بتظل حوالي ثلاث ساعات بعديها بتلف الشمس يعني هي منطقة دائما أنا عندي الحديقة غريبة كثير بالإنارة فكثير بتغلب في زراعتها فعشان هيك هذا الحوض إنه بوصلوا تقريبا ثلاث ساعات شمس حتى طرفه بوصلوا أكثر تخيلوا يعني طرف الجوار المنطقه الاماميه بوصل حوالي 3 ساعات والمنطقة الداخليه بيوصلوا حوالي الساعه ساعه ونص يعني بقدر اني اعتبره منطقه شبه ظل الجوار الثاني بس اجمالا النباتات اللي زرعوا فيها يعني ضابطه طبعا لسه اكيد زي ما حكيت لكم النباتات لسه مش كلها يعني الجاوير مش جاهزه زي ما انتم شايفين مش مليانه في نباتات زرعتها تجربتي جديدة معها هسا بجرب بعرض لكم إياها أنواع النباتات طبعا في السابق كنت زارع كمية من نباتات الوينكا المتدلية الوينكا المتدلية ممكن أنه يصمد معنا ويرجع يعني بعد الشتوية مش كثير بتحمل البرد أما باقي النباتات إن شاء الله إنها بترجع عنا السنة الجاية هو النبات الوحيد يعني اللي ممكن اعتباره حولي وممكن أنه يرجع معنا يعني مش مش فاقد الامل انا فيه بس النباتات الثانيه ان شاء الله بتكون دائمه والنباتات الثانيه كمان جربت زراعتها ما عدا نبات واحد اللي هو المانديليفيا المانديليفيا جبت نوعيه متسلقه اول مره ازرعها بس انا شايف بعد حوالي 10 ايام من من الزراعه نبات واحد يعني تعبان شوي بس انا شايف لسه عليه نموات يعني في عليه نموات جديده ممكن انه يرجع اما باقي النباتات الثلاث نباتات الثانيه اداها هو الاروع بلشت تتسلق عندي على الحمايه تبعت الشباك، فهسه مبدئيا يعني خليني اقرب الكاميرا اعرض لكم النباتات اللي زرعتها واعرض لكم كيف طريقه تصميم لها قبل ما نقرب على النباتات بما انه الجوار واضح الجوار واضحه زي ما انتم شايفين طبعا في طوشه عصافير هون دائما الصبحيات العصافير انسوا بالحديقه، هسه مبدئيا يعني هاي جوير معدنيه زي ما انتم شايفين انا الاطار تبع الجوار شايفين هون في فراغات واسعة يعني ها لما تصمموا جوار زي هيك ما بزبط انه تصمموه بال... يعني بالطريقة هاي الا اذا في عندكم اشي لاينر سفلي انكم تحطوه بالجوار هسه هذا الجوار المعدني انا اخذت مقاسات كوكو فا... كوكو لاينر هذا كوكو فايبر لاينر بسموه تمام اللي هو المنطقه السفليه اخذت مقاساته من شركه امريكيه تمام وشحنته هنا عندي على الاردن وحسب مقاسات الكوكو فايبر لاينر صممت الجوار يعني صممت الجوار عند حداد طبعا ما كان سهل تصميم الجوار عند الحداد اضطريت اني اروح عليه اربع او خمس مشاوير وجبتهم ورجعتهم وقص لي وغير لي يعني الموضوع مش سهل احكي لكم مش سهل لانه بدكم يعني بالضبط يعني على السنتي تزبط مع كل الامور لانه الكوكو فايبر لاينر له مقاس معين ما بزبط في اي مقاس جوا بس بالنهايه يعني زبطوا الحمد لله طيب على فكره مش كثير زبطوا هم يعني في شويه اختلاف في المقاسات بس يعني ظابطين كزراعه يعني اللي بيمشوا وضعهم ماشي تمام بس هم مش مثاليين خلينا نحكي آه صعب انهم يكونوا مثاليين آه لو انهم آه مصنوعين عن نفس الشركه طبعا الشركه اللي شريت منها الكوكو فايبر لاينر بتبيع الجوار جاهز حتى مع الحديد يعني مع الاطار الخارجي بس شو بدي اشحن حديد من امريكا صعب الموضوع فقلت هاي انه افضل طريقه اني اقدر احصل هاي الجوير وكثير حاب شكلها هيك بحس انه شكلها راستيك هيك ريفي شوي آه مش بلاستيك انا بحب يعني ما ما بحب جوير البلاستيك نهائيا يعني حتى بالحديقه عندي انا شايف جزء ضل جوارين يعني هي جوار مزروع فيه آه أه كيل جبل قدامي بجوز في قوارين ثلاث ضايلات وراح اتخلص منهم يعني ما بحب البلاستيك نهائيا. فمبدئيا هذا هو بالنسبه لتصميم الجوار ايش الطريقه اللي سويتها اللي آه اتبعتها على اساس اني احصل هاي القويه هسا مبدئيا خلينا نشوف نقرب لكم الكاميرا نعرض لكم آه النباتات جميعها اللي زرعتها وايش يعني فكرتي بالمستقبل لهذا الجوار. آه تمام هسا بالنسبه للقوير شايفين كيف شكل الجوار آه تقريبا يعني يعني خلينا نحكي العرض او الطول خلينا نحكي تبع الجوار بيجي حوالي المتر وخلينا نحكي انا ناسي قديش تقريبا متر و30 سم خلينا نحكي تقريبا حوالي متر سم او 40 سم والله ناسي وكعمق حوالي ال40 سم كعمق الجوار الداخلي 40 سم تمام وكمان الارتفاع تبع الجوار بيجي حوالي 50 سم فكميه تربه يعني كثير ممتازه الجوار بيقدر ياخذها بدأوا بال يعني لما ياخذ الجوار كميه التربة هاي كميه تربه كبيره بنقدر نزرع فيه كميه نباتات كبيره تمام الجوير المعلقه الموجوده هون عندنا في البلد يعني صغيره ما بتستوعب كميه نباتات كبيره فهسه مبدئيا يعني شو زرعت طبعا انتم شايفين لما زرعت النباتات الخلفيه قبل حوالي بجوز ال10 ايام كانت نباتات الوينكا يعني لسه بدي اساوي ايديت للفيديو بس ما اظن انها كانت مزهره بالطريقه هاي. هسا هون انا ايش عندي مزروعه انا بحب الفصيله اللي لونها زهري، هاي المفروض وينكا متدليه بدها تنزل عندي على الاطراف، الموسم يعني لسه ضايل له فتره من الزمن ممكن انها تنزل وتتدلى قبل ما البروده تدخل، الفصيله اللي لونها زهري جميله شايفين ما شاء الله جمال هالازهار. وهي مزروعه زي ما حكيت لكم في منطقه شمس كامله تمام بتحصلها حوالي خمس لست ساعات شمس. شوفوا جمال الازهار الموجوده عندي هون، هذا هو النبات المتدلي اللي ممكن يكون لحاله. نبات حولي يعني ممكن انه ما يرجع للسنه الماضيه هون حطيت كميه من الوينكا اللي لونها ابيض هذا هو بالنسبه للنبات المتدلي لانه دائما لما تزرعوا قووير معلقه زي هيك بدكم تكون في عندكم نبات متدلي ينزل للامام طبعا خلال الفصل الجاي احتمال اني ازرع دايكوندرا احتمال اني ازرع اليسيوم يعني ما اعتقد اني راح اخلي الوينكا لانه يعني الوينكا دائما بكون نموها شوي بطيء طبعا الوينكا كمان بتحب شبه الظل عشان هيك اخترت هذا النبات يعني هسه راح تشوفوا لما اروح على الجوار الداخلي اداء الوينكا هناك افضل من هون يعني تزهيرها اكثر هسه بتشوفوا لما نروح للجوار الداخلي هسه بالنسبه لباقي النباتات حطيت هنا اربع نباتات بنتس بحكوا له هنا هي في عليه ازهر هي بلش يزهر يعني كانه بده يعطي ازهار جديده هذا النبات بيتحمل الشمس بشكل كثير كبير يعني لو تعرض لعشر ساعات شمس ما في مشكله وازهاره بتجنن في كثير تشكيلة من الازهار هي بنتس اسمه شايفين هذا ان شاء الله بعطي يعني بكبر كثير كمان حجمه ويعتبر يعني تقريبا يعني حوالي إيه خلينا نحكي الستين 60 انه يرجع للسنه الجايه، ان شاء الله يعتبر نبات دائم، شايفين هالازهار ما اجملها وفي عندي هون نوعيه لونها ابيض حطيتها بالمنطقه هاي هاي هي الاشتال البنتس بس إيه يعني نادر كثير هذا زرعته بالسابق انا النبات كثير حلو وبكبر حجمه إيه بس نادر تشوفوه بالاسواق، يعني انا استغربت اني شفته هيك بالصدفه لقيت اخر اربع اشتال إيه واشتريتهم من هذا النبات اسمه بنتاس، إذا بتشوفوه اشتروه بنصحكم فيه خاصة للمناطق المشمسة. هسا بالمنطقة الخلفية بلشت أحط النباتات الدائمة عندي هون. هون حطيت نوعية من اللانتانا اللي هي لونها زي ما أنتم شايفين هيك خلينا نحكي أصفر ليموني على أبيض. إن شاء الله تركز الكاميرا بس. إن شاء الله تركز الكاميرا. أوكي، شايفينه لونه أخضر ليموني؟ إيه عفوا، أصفر ليموني هيك مع أطراف لونها ابيض انا بحب كثير هذا اللون حطيت اربع نباتات نبات هون على اساس يعطيني هيك طابه من الالوان وبلش على فكره يزهر زي ما انتم شايفين لما زرعته ما كان عليه ازهار شايفين مليان رؤوس الازهار مليانه عليه شايفين المنطقه هاي النبات الرابع اكيد حطيته يعني حاولت اساوي يعني اعمل شويه سيمتري لما زرعت النباتات اوكي وبالنسبه لنباتنا الاخير اللي هو المانديفيليا طبعا المانديفيليا بتيجي يا اما متسلقه يعني زي ما انتم شايفين هذول النباتات اللي انا زرعتهم بلشوا يتسلقوا طبعا بلشوا يتسلقوا اللي هو النبات هذا هذا النبات انا شايفه تعبان شوي بس يعني شفت شويه نموات جديده عليه وهذا النبات وهذا النبات رائع حتى شوفوا هذا النبات وين صار واصل يعني لما زرعته اعتقد انه كان واصل لهون شوفوا الافرع تبعته شوفوا ما شاء الله قد ايش صار واصل لا هناك خلينا نرجع لكم لورا يعني واضح انه النبات حب المنطقه المزروع فيها هسه هو ما عليه ما ضل عليه ازهار ازهاره كتت يضل اخر زهره حتى بدها تجف يعني الحديث ما يعتدل وضعه لونه زهري فاتح أي شايفين بلش يزهر طبعا هو دا دائم التزهير يعني بضل يزهر طول فصل الصيف والربيع والخريف شايفين هاي في ازهار بدها تبلش تطلع عليه هاي هون في زهرة بدها تفتح بجوز لازم استنيت لحديت ما الازهار فتحت لصورت الفيديو بس يعني حبيت اورجيكم شو النتيجه فمبدئيا المانديفيليا نبات هذا اول مره ازرعه مش عارف كيف راح يكون ادائه بالشتويه لانه هذا يعتبر نبات استوائي هو نبات دائم هسه هاي المنطقه ما محميه تماما من الهواء البارد يعني ما بوصل هنا هواء بارد نهائيا في الشتويه فاعتقد انه النباتات يعني ممكن انها تحب وجودها في المنطقه هاي هذا بالنسبه للمانديفيليا طبعا ايش الغرض اني زرعت المانديفيليا هون على اساس انها تتسلق على حمايه الشباك وتغطي لي اياها هاي اربع نباتات اعتقد انهم كافيات انهم يغطوا المنطقه العلويه هاي تمام هسا شفتوا المنطقة اللي حكيت لكم ما لقيتها نبات طبعا هنا المنطقة الوسطية اللي هو لازم يعتبر نبات رئيسي هيك ضخم يعطي خلينا نحكي اللي بيشوفه بنبهر من شكله تمام اللي هو بالمنطقة الوسطية هون زي ما حكيت لكم ايش السبب اني ما زرعت ما لقيت النبات المناسب وانا صراحة مش مستعجل يعني عادي هذا قاوير دائما ان شاء الله رح تضل المواسم القادمة هسا اتوقع انه بما انه يعني فصل الخريف فصل الشتاء جاي بجوز ازرع كميات هيك مزركشة من الخس احتمال اني ازرع خس احتمال اني ازرع شمندر كمان الشمندر بعطيك زرعته في قوير معلقه بالسابق واعطاني منظر كثير حلو، فاحتمال اني ازرع شمندر في المناطق هاي، يعني لحديت ما الاقي لي النبات المناسب في خلينا نحكي خلال فصل الربيع الجاي اعتقد اني راح ازرع شمندر ان شاء الله، واكيد حكيت لكم عن تصميم الجوار، هسا خليني اورجيكم الجوار الداخلي اللي هون هذا اللي بوصلوا كميه شمس اقل، شوفوا ما شاء الله الازهار كميه ازهار الوينكا اللي لونها ابيض هون شايفين هذا لانه بحصل شبه يعني منطقة شبه ظل هاي الوينكا بتحب شبه الظل اكثر من منطقة شمس كاملة هون في عندي شتلتين من اللون الزهري وباقي الاشتال من اللون الابيض تمام وهنا في شتلتين جونفرينا كانوا زيادة عندي شوفوا ما شاء الله جمال الجونفرينا عندي بالمنطقة هاي رائع الجونفرينا من افضل ازهار الصيف بالنسبة لي هي الامارانث عرف الديك ادائهم رائع يعني هون انا في عندي جونفرينا اذا مشينا شوي لهون في عندي كمان جوار مزروع فيه كمية من نباتات عرف الديك بديش أحرك الكاميرا بسرعة شوي شوي عشان ما تتضايقوش ايه تمام هسا نرجع لجوارنا المنطقة الخلفية ظلت عندي فاضية هون إن شاء الله راح أزرع خس يعني أتوقع إني راح أزرع في الجوارين هذولاك الشمندر في المنطقة هاي راح أزرع خس كونه هنا ما بوصل شمس جيدة الشمندر بده شمس أكثر من الخس الخس يعني بتحمل له ساعتين ثلاثة من الشمس شوفوا نبات ثلجية اللي جنبه ما شاء الله رائع رائع فهاي كانت يعني تصميمي للجوير فكرتي المستقبليه ان شاء الله رح يعني اجيب نباتات وسطيه دائمه ان شاء الله خلال فصل الربيع القادم على اساس انه يكون منظر هالقوير جميل يعطيني منظر جميل يعني جنب الشبابيك هاي تمام وهذا كان الفيديو تبعنا لليوم على فكره الدنيا بلشت تبرد خاصه انه الدنيا الصبح يبدو انه لازم نصير نلبس كوم خلص إيه فبتمنى انه تكون عجبتكم فكره فكره الجوير هاي بتقدروا يعني انكم تطبقوها رح تتغلبوا شوي في استيراد الكوكو فايبر هذا وتصميم الجوار بس يعني ممكن انه تطبيقها بما اني انا سويتها بتقدروا انتم تسووها إيه ان شاء الله يعني رح انزل اكيد ستوريات وايش رح ازرع في هاي الجوير بالمستقبل وكمان خلال فصل الشتاء ان شاء الله انه يعني تعجبكم فكرتها إيه واتوقع يعني انه رح يكون منظر حلو اذا نجحت المانديفيلا المانديفيلا يعني مش عارف شو رح يصير فيها بالشتوي ان شاء الله انها تنجح كل حال بشكر الجميع على متابعتكم العافيه سعيد سلام